دبارة وزيارة بمساهمة نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حرة. وليسكار فانواز حلوة منك ديليس دانون One promise, you will come back. Carthage Tour. عبيدة من القلب للقلب. Papillon. Deep fried chicken. Chicken. أحسن دجاجة، دجاجة المزرعة. متفهمين؟ Chicken. Newport. جولدينا. Golden Coffee. مع جات أسيرانس اليوم مأمن وغدوة مضمن. انت تدبر عليا وانا نعمل الزياره اعطيني صبحتي في الدبارة. بنينه في بنينه انا في زيارتي وامي جميله في البر. ايا كيفاش وديتك بالخير ولا ليه؟ اش قولك وريه سهله ساعه تعمل حويجه باهيه. بونجور بونجور يا نوارة. صباح الخير للا. بونجور يا اخي وين؟ اش بيك متغشة؟ كيفاش ما نتغشش يا بنيتي؟ عليها انا جميل من الحراير. شو يقولوا زغوين حرايرهم اللي يقوموا على الفجر باش نحيوا النوارة نتاع النسر ويروحوا بها يقطروها. وانت للا قعدت لي انا قمت في الفجر نعمل في المديتاسيون تاعي نسمع في زقزقة العصافير ونتامل في الطبيعة اكثر من هكا. ربي فما حاجه وبرا ما قاموش بعد الفجر شنو المشكله؟ ما هو الريحه نتاعو تتنحي اذا كان ما يمشيوش الفجر قبل الشمس وقت يقطروه. هذه ما نعرفهاش. ما تعرفيش جايه تنقوم لك في الفجيري تعرف كان حاجات اخرين. يلا بيتعامل عليا اليوم في حاجه شنو؟ باش نعمل قلبة صغيرة ما كنتش تدبر عليا وانا نعمل الزيارة اعطيني صبحتي في الدبارة. لا حتى هكاك كرينا وتمتعنا. والله باش نهز نواكلك اقوى بتيداش في دار زغوين. طبعني وش عليك اي على بلاد جميلة وشامخة بين الجبال مزينة ومعطرة بالنسر منذ جيال. على بلاد قالوا عليها منزل الإلهة ديار الصلاح والجدود بغابها وخضارها راس محدود. على بلاد
عزها من عزوزها، تغلفك بالطيب كيف تزورها، وتشبعك بالخير وبنورها. هي بلاد شمسها وهواها وريحها وماها يرجعوا فيك الروح ويحلوا قدامك البيبان، بيبان التاريخ، بيبان الفن والعراقة. بلاد كيف تقصدها تستقبلك، تسألك وتجاوبك، تشدك من يدك وتسرح بيك في رحلة طويلة. بلاد تخليك تحس، تذوق، تشم، تحلم، تفيق فيك الحواس الكل وتخليك تعيش. بلاد خذت اسمها من جبلها ومن ماها. عرفتوا هالشي؟ مرحبا بيكم في زخوان. ايا كيفاش وديتك بالخير ولا ليه؟ اش قولك؟ مريا سهلة ساعة تعمل حويجه بها هي. وهاي المدموجه فطور الصباح بها هي احسن ما فما لهنا، لا محاله فما البسيسه زاد نتاع الشاي تشعير فما القرص فما القوطه فما كل شيء. الحمد لله. بسم الله نبداو. بسم الله. ايوه ضيوفنا وليد البلاد جاي. مرحبا يا 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 مرحبا ما باش تصنف لنا اوكليت زغوانيه ما نحكي لكش طبيعة تحت اشرفك انت. انا معناتها نغزر ونشوف. لا 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 تبارك الله عليها يا اساس. بعات بدايات ما شاء الله عليها هو اساس وين الهمهامه بعد صحه صحه ايش الفركس هي كاين على الخرجه وما تطلب الطلبات ان شاء الله تنجم توفرهم لها راهي طلبتها صعب انت اليوم ضيفتي وتدلل واللي باش تقول عليه باش نعملوه يا عزك يا ميله زيارتنا وهما يقصدوا دبارتهم أوي احنا نعملوا زيارتنا وهما يعملوا دبارتهم باه سنعت فيها متاكد انا باش تكون حاجه دبارة ماهيش عاديه باش تكون دبارة مش عاديه ننطلقوا ننطلقوا وهو تليفون عندي وكي تطلبني به تو كل مره لا به انا طلبت لك خزرت الليكرون هزت ما هزتش انت مش تخبي عليها الخطر ما مش تخبي على عينيها انا معاك ان شاء الله ديما من ممكن الخير هذا القوس هذا هنا السيد علي عزوز اش قولك؟ هذا هو الولي الصالح سيد علي عزوز هذا تاريخ زغوان من احسن فماش احسن بلاصه تنجم تشوفها في زغوان احلى من الولي الصالح سيد علي عزوز اما فما حاجه قلت ليش عليها مدام جميله عامله ديفيل اليوم قالت لي لازمك تجيبها لي حره الحراير اليوم ما عملت فيها خاطر النهج هذا كله كعك ورقه لازمك تتعلم تحل الكعك الورقه الصبيح قالت لي ما قمت ليش في الفجاير والحراير يقوموا على الصبيح وتتتي انا اليوم باش نخرج حره الحراير في كعك الورقه هذا هو ديفيل انا باش نهزك توا تتعلم كعك الورقه وباش تهبط لمدام جميله تغني وتحل كعك الورقه زوج خاطر انا وعدتها قالت لي صوتها ترى كيفاش قلت انا توا باش نهزها اليوم باش نعلمها كعك الورقه والفن تستنى هذيك واللي يستنى خير مني يتمنى صحيح اي تفضل مرحبا بك باش تتعلم كعك الورقه مدام عايده مرحبا بك يعيشك يا ليلى جبتك معناها اون بون ادريس انا باش نعلمها الاغنيه وانت تعلمها حل كعك الورقه نعلموها اوكي حاجه اخرى يا ليلى انت تعرف روحك موجوده توا هذه الحانوت نتاع مدام عايده تابع شكون الحانوت هذه وام شكون المدام هذه يا ولد مدام عايده بربي اجي عرف بروحك عايش خويا امان نجيب سي با فري خويا سافا نعرف اللي زغواني اما جو ما توندي با يعني يغني ويمثل زغواني زغواني كعك الورقه زيدا ربي فضلهولك ما شاء الله عليك سافا نذير شنو حوالك؟ شنتي باهي سربريز اللي عملتها لك انا ولا وانت يا باهي عجبتك انت هو يمكن في بالو باهي انا الحقيقه ما في باليش بيه هاي الفن عندنا عندي انا ونذير وانت عندك كعك الورقه اليوم هاي تفضل ايوه هاي لله يا
هنيني يا مدام عايده هنيني. بقينا تاع سوا نحب نعرف علاش يقولوا الكعك نتاع زغوين. الكعك نتاع زغوين خاطر الكعك معروف بالنسري والنسري تلقاه موجود كان في زغوين. موجود كان في زغوين به والحكمه في حاجات يتعاملوا حاجات ما يتعاملوش مش الناس الكل تعمل كعك كيف كيف يظهر. كيفاش تتعلموا تاع على قاع؟ اول ما تبدا تغلي الزبده، الزبده ديك تبرد تنحي لها البن نتاعها ومن بعد تبرد شويه بس الفارين. به تاخذ الفارين نتاعك شويه ملح هذا كل بعد نقيدو في الكراسه راه ترتاح شويه. باه هذه توا يعني العجينه جاتنا مرتاحه توا مرتاح. قداش تقعد ترتاح؟ ترتاح حتى سويعه كيكه وبعد خاطر باش تعجن مره اخرى راه بس بالزبده هذيك نتاعك اللي غليت اه وبعد باش تعجنها. باه انا من بعد هذيا اللي باش نحضروا كعك هو بيدو بالوقت يطيب نجم نهزلو من جميله من بعد تهزو مش يرقد نهار يطيب ولا تربي طابت لك كعك. باهي تخي بيان. انا توا نحب تعطيني سر ولا استوس باش نمشي نفايس بيه على امي جميله في الكعك الورقه نتاع زغوين. باهي باش نعطيك سر تاعينا اما بينا. باهي تراخي اوكي وانتم الجو خذيت المعلومه نعطيهم الفن. اي مدام خذيت المعلومه نعطيهم الفن. اي انا نحب الجو وتوا تهزوا فيا انا في كعك الورقه. زاد النبي وفرح النبي صلى الله عليه يا عاشقنا رسول الله والصلاة عليه أول ما نبدأ بسم الله صلى الله عليه على هاشم بن عبد والصلاة عليك. أمي جميلة هاي كعك الورقة متاعي ترى قولي لنا منيش حرت الحرائر نعرف نعمل كعك ورقة ولا أول مرة هذي نجربه في حياتي. بعطيك الصحة بعطيكش تسرق لي صنعة تتا ميرسي بوكو محليها صنعة هذي حاجة بالكيف قاعدة تخدم فيها وأنا زيدة فرحانة برشا اللي عملت الكعك الورقة النسري وفي زغوين زيدة. قريب نوصل الدار اللي انا فيها. اي هنا قدام الدار. هيا به يا مالي الدار. تفضل يتفضل عندك كل خير. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. السلام مرحبا بك. مرحبا عايشك. الا نزيها باش تحكي لي توا على النسري هذه وقتاش يتنحى وقتاش يتقطر قداش يقطر هذا ما كلش تحكي لي عليهم. باه نسري هذا النسري زغوان الحر. الحر يطلع باش نعرفوا الحر واللي مش حر. في ماء. هو في ماء. في ماء نص ماء هذاك الحر واللي قبل الماء اي ماهوش حر. النوره نتاعو النوره نتاعو تبدا صفراء اي ورق اي والك الوسطانيه هذيك تبدا صفراء برشا والاخرى تبدا كحله. الاخرى تبدا مستكحله كيما رون والورق بيض هذاك باش نعرفوها هذاك السور يطلع النسري الحر اللي في النص نتاع ماء ويوفى في ويوفى اخر ماء اخر ما يصير حتى بعد شهر تجمع الربع نتاع الصباح حتى للست قبل ما الا زرقت عليه السمش ما عادش ناس يذبل يذبل يولي ما عادش فيه ريح والريحه تمشي الريحه نتاعو تمشي سبحان الله. ملا تنحيوه يتحط في شكيره نيلون وطول القطار تجمع ومولاوي طول القطار الا بيت موش به تجمع اليوم يقطر اليوم. باهي تو انت كي تقطر نقولوا احنا ليترا قداش تعطيك؟ كيلو كيلو نسري ايه؟ نحي لك كيترا ايترا برك ايترا برك والثاني خفيفه اكيد خفيفه شوي نتاع غله نتاع غله نتاع طريف كريمه نتاع حاجه اخرى اما الاصليه تعطينا حتى كيلو نصرة تبدا قويه برشا برشا نحي منه زوز دبابس ليتر ونص تعطي زوز دبابس تعطي زوز دبابس. تعرف قداش فيه الكيلو من نواره؟ لا يعدي 3000 صلي عني بي بسم الله عليهم اللي نحيوها قديش عندهم من صبر توها النبتة هذية اللي ما فما حتى بلاد تعطي نفس النتيجة وتنجح منين جاية؟ جاية من إسبانيا. كيفاش؟ عود جابوه من إسبانيا هربوا جماعة إسبانيا الحرب ومن خاطر مش يفوكوا لهم الذهب ومن يفوكوا لهم الدبش ليهوثوا الفرادي على الكعك الورق والبقلاوة حطوا فيها الجهر والدياموند والكل كاي معناتها هما اللي جابوا كعك الورقة هما اللي جابوا كعك الورقة والبقلاوة اي والنبتة جابوا معاهم النبتة هذه اي النبتة هذه عود صغير في محبس جابوه معاهم هني لزقوة اي زرعوا في كيما نقولوا في سيانة في حاجة اي طلعتك النسرية هذيك شوي
بالوايد بالعوايد بالعوايد حتى كبرت على زغوان الكل. وهما اللي علموك بالتقطير بتاعها؟ لا احنا ما نقطروا الزهر. فوالا ما نقطروا العطر شيء. ايه عارفوه اللي هذاك يتقطر كما الورد. كما الورد ما ينبتش في حتى بقعة الا في زغوان. الا في زغوان سبحان الله. من توا في التقطير كيفاش تقطروه؟ نار قوية نار ضعيفة؟ متوسطة. كان ضعيف اي ما يعطيكش اللي قوم تاع كان اللي قوية يغلي يغلي برشا برشا يهبط ماء صافي. متوسط. وكي تجي باش تقطر تصب الماء قبل يغلي الماء اي وبعد ترمي النسري. النسري وما تغطرش النسري أي. تخليه من فوق هكا وتحط الكابوس اي ويبوخ ويقطر يطلع كالنسر كل كيف قطر في الكابوس في الفيش. من الدار تولي كلها ريحتها بنينة برشا للشارع. للشارع يظهر لي احنا تمتعنا من الحاجات اللي قلتهم. يعطيها صحة. يعطيها صحة. وكما نقولوا ديما الرسمي في نساء زمان وفي تقدير زمان. طب وهذه قداش لتر متاع النسر هنا؟ 50 الوجه الأولاني ولا؟ لا الأولاني. ربي يفضلك وربي يخليك ويعطيك الصحة يا شيف. معناتها قديش احنا في حاجة في حاجتنا القديمة وحاجتنا التقليدية وحاجتنا الرسمية. ربي يفضلها لنسيها. ربي يمتعك بصحتك يا عايشة. مرحبا بك وفي كل وقت يا عايشة اختي جميلة. مش نذوقك بالنسر متاعنا. لازم نذوق. انت توعطيت. مرحبا بك. لا لازم باش نذوقك. باهي الضيافة لازم منها. باهي. بسم الله. الريحة قبل ما نذوق هايلة. شفيك. بنانة في بنانة. نشم هنا الأصلي ونشم فيه عود الشبكة. يشفيك ويعيشكم وربي يفضلك وربي يخليك. نفير دخلوها لدار جدود سيد علي عزوز خويا ضيفتك عاد. تو انا حطيتك خويا معاها وانت خويا في دار جدود. بسم الله. بسم الله. هيا لالا انت تو في سيد علي عزوز. تفضل مرحبا بك مرة. ما شاء الله. ما شاء الله. انت ولد الزاويه عاد. انا ترعرعت لهنا وتربيت لنا وكبرت لنا وتعلمنا لنا الحضره والعزوزيه ومفيت. حبيت نحكي لك على شبابك هذوكم. اي سمعت لي فما حكمه في شبابك في كل وقت. فما حكمه قبل ما تطلع الشمس يسكروا الباب وسكروا الضوء باش قبل ما يعرفوش معناها وقتاش الصلاة معناها الظهر والعصر والمغرب والواحد يجيو يسكروا البيبين عقب واللي تضوى بنور الشمس البرة على الفوق معناها على القبة هكا تظهر كل شباك يعطي زينة يعطي حاجة ديش. والنقيشة والزينة هذه الكل يعني ودي غير اللي تعملت على اون ايبوك قديمه ولا حاجه معناها شيدوفر شيدوفر ما حاجه معناها ناس بكريش خدمه العباد معناها واش نقش واش خذت وقت باش عملوا زاويه كيما هكا معناها شوف الفايونس انت وشوف الزليز وشوف ديزاندالو فما معناها كعبات فايونس ركبين كوارداسيكا معناها معروفه يجيو باش عباد يزوروا حاجه معناها ريفيرونس معناها ما صارتش معناها زاويه من الزوايا الكبار معناها معروفين في تونس معناها سيد علي عزوز معناها ولي صالح تعتادوا الناس الكل وجيه كيما قال لك نذير ترعرع وكبروني خذي على عزيزه على ابوه انا والدي يرحمهم انا والدي الله يرحمه زاد هنا تعلم العزوزيه وهنا عند الشيخ بشير البواب وجيلاني ملاف وعم رشيد عباس وكل الناس اللي كانت تقبل عبد الرحمن خليل والعباد الكبارات اللي خذين عليهم المشعل الحمد لله اللي يعرف عمرو الدين كحيل وبرشا برشا معناها فلا. ولا.
دونك يا عزوز يا غالي ويا نذير يا غالي ميرسي بور سيت فيزيت يعطيكم الصحه انا عايشه كاني عشت حياتكم يعني دخلت في حياتكم ونكتشف في حياتكم ونتثقف ونعدي في الثقافه هذيا باش الحاجه وبصفه عامه ما ران تونس فيها برشا تراث تونس فيها ما شاء الله معناها تبقى الغدوه 3000 سنه حضاره معناها ماهيش كلمه معناها هكاك عابره بالحق 3000 سنه حضاره في تونس كل موقع تمشي له كل ولايه تمشي لها كل صحيح. مدينه تدخل لها وهذيك هو انا اللي باش نعمله بالله. انا في زيارتي وامي جميله في دبارتها دبارتها كل بلاد ورطانها نذير ولد العزوزية بالتنسيق مع فريق الإعداد حبوا مرام تعيش تجربة فريدة من نوعها مرام كلها طاقة وحماس ونذير رغم أنه خايف شوية ما حبش ضيفة زغوان تروح من غير ما تكتشف جبل زغوان وبطريقة استثنائية